طبعا الطائف بغرد، الطائف من أسوأ المدن على النت. طبعا الطائف بغرد، الطائف من أسوأ المدن في النت. نتمنى شركة السي سي تهتم في النت في الطائف يا رب. اي والله يا رب. والوسام، الوسام كمان الاتصال، انا في عندي ارحامي هناك في الوسام والله تتقطع التلفونات. لا وضروري هذا، هذه للسياحه. هذا الناس دحين اصلا من يوم ما يدخل الزبون الفندق والله انه قبل كل شيء يسال في نت، اذا قلت له ما في نت كل حياتنا طلع طلب مواطنين كله خلاص صار زي صار من الاساسيات. فهذا ان شاء الله ما يقصروا المسؤولين.